من أهم الأخبار الملفتة، ولادة طفل بيحمل جسم مضاد لكورونا لأم تلقت اللقاح، مما جاء بكثير من الأمل خاصة مع الخوف على الأم الحامل في ظل جائحة كورونا. ولكن خد بالك، هناك إجراءات بيجب أن تلتزم بيها المرأة الحامل للوقاية من أي عدوى، وربنا يكتب للجميع السلامة. خدي بال حضرتك من بعض الحاجات اللي هي ممكن تظهر أثناء الحمل وممكن تأثر عليكي وتأثر على الجنين. ناخد بالنا كده، احنا في زمن الكوفيد دلوقتي أو زمن الكورونا، من ضمن الحاجات المهمة قوي إن احنا ناخد بالنا احتياطاتنا في الوقت الحالي، من إن أنا اخد جميع الاحتياطات الاحترازية لإن أنا ماخدش على قدر المستطاع كورونا فيروس اللي هي الكوفيد 19. لازم لو رحنا أماكن لازم نغسل إيدينا بالصابون والمية أو بالمعقم، أو يعني أضعف الإيمان أغسل إيدينا بالمية والصابون. لازم ألبس ماسك، من الحاجات المهمة جدا. لازم أبعد عن أي حالات ممكن يبقى فيها اشتباه لكورونا، على الأقل خالص بحمي نفسي وبحمي الجنين من هذه المضاعفات. بس بصراحة من الأخبار المهمة والأخبار الحلوة إن معظم الحوامل حتى لو جالهم كورونا، مش معنى هذا إن إحنا هيجينا كورونا، إحنا بنقول لو جالا كورونا بتبقى أعراض بسيطة جدا وبتخف، وبتبقى أعراض يعني نادرا لما تخش في أعراض شديدة. وده ليه تفسيرات كتيرة جدا جدا، رغم إن جهاز المناعة عند الأم من الحاجات اللي بيحصل لها تغييرات أثناء الحمل عشان تستقبل الجنين وما يطردش، لأن في جزء منه يعتبر أجنبي عن الأم، جزء من الأب وجزء من الأم، وجهاز المناعة بتعرف عليه كأنه جزء غريب، بيحصل تغييرات من عند ربنا في جهاز المناعة مع الهرمونات اللي بتحصل، وده ما بيطردش الجنين. رغم هذه التغييرات يقال في بعض النظريات إن الخلايا الجذعية بتروح من الجنين تروح للأم تحميها من الكورونا وتخلي المرض في منتهى السهولة، والأم لو خدت حتى كوفيد بتعمل أجسام مضادة تروح للجنين تعمل له حماية، فحماية مشتركة ما بين الجنين والأم حتى أثناء الرضاعة. الحمد لله ما لقوش الفيروس أثناء الرضاعة، بس ممكن تاخد الفيروس لو هو نشط بعد الولادة، لأن هو زي ما احنا عارفين إن عن طريق التنفس. فناخد بالنا من الحاجات دي كلها في أي طارئ إن شاء الله.